أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استئناف عملياتها العسكرية ضد داعش في منطقة هجيم بمحافظة دير الزور، والتي تعد آخر جيب يحتله التنظيم في شرق البلاد. يأتي ذلك بعد 10 أيام على تعليق عملياتها العسكرية ضد التنظيم الإرهابي. من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت في إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة استعداداً لبدء العمليات البرية.